عليكم بالنسبه للمديريه العامه للامن الوطني، شرف واحد المشروع ضخم تماشيا مع الاحداث اللي كيشهدها العالم، وذلك باحداث 7 فرق جهويه بربوع المملكه، منها الفرقه الجهويه لتقنيه تفكيك المتفجرات امن فاس اللي كتواجدوا اليوم بالمقر ديالها. الرواق كيعرف مجموعه ديال الاحداث التقنيه اللي توصلت بها المديريه العامه للامن الوطني، منها وسائل تقنيه، كذلك لوجيستيكيه، كذلك طاقه بشريه ديال التقنيين اللي واكبوا الحدث وخضعوا لتدريب شاقه، وكذلك بالمعهد الملكي للشرطه، كذلك عندهم مجموعه ديال التدريب رفقة خبراء أجانب وخبراء دوليين كذلك وطنيين. الآن في النسخة الرابعة الأبواب المفتوحة بمدينة فاس، فتحنا الأبواب وذلك من أجل إعطاء دينامية جديدة، كذلك تعريف شامل للمواطن بالتجهيزات وبالعمل ديالنا كتقني تفكيك ابطال انفعال المتفجرات. اللي كان نسهروا عليه واللي كان حتو المواطن انه جميع الشعب او تخصصات المديريه العامه راه كتعمل على السهر ديال الطمانينه ديالو والراحه ديالو.